مشغولياته التي لا تنتهي. أمة كاملة. أمة معلقة في رقبته صلى الله عليه وآله وسلم. يواسي هذا ويأخذ بخاطر هذا ويسد دين هذا ويذهب في سرية في غزوة ويبعث سرية وأشياء كثيرة جدا صلى الله عليه وسلم. حتى في مجالس العلم ودروس العلم وكذا وكلام من ده يعني تجده مشغولا دائما، ومع ذلك كان يتفقد ويواسيهم. حتى دخل على السيدة فاطمة رضي الله عنها قالت قال أين عليا؟ قالت غضبني يا رسول الله فغضبته فخرج فلحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد نام في المسجد وقد عليه التراب وقال قم أبا تراب قم أبا تراب. يواسيه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه المشاعر الأبوية النبوية من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعطينا هذا الانطباع أن الأب هو امتداد لرحمة الله سبحانه وتعالى. وهو الذي جعله الله سبحانه وتعالى يأخذ بخاطر أبنائه ويجلس معهم ويتفقدهم ويتفقد أحوالهم. اليوم يا سيدي نحن نرى كيف أن الآباء ابتعدوا جدا عن الأبناء والأبناء ابتعدوا عن الأب. الابن أوجد أب بديل وهو التليفون، والأب أوجد ابن بديل وهو التليفون، والزوجة أوجدت زوج بديل وهو التليفون، وهكذا. فكل هذه الأشياء وتلاقي مشاعر عالية على السوشيال ميديا وأم حبيبتي وأم طبيبتي، وفي الواقع المسائل بايظة خالص، لا حد فضل الأم ولا فضل أبوي. نسأل الله السلامة والعافية. احنا يعني من منبرك يعني نقول للناس هذا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أردتم أنكم يعني تحتذوا مثالا فما هو خير من ذلك؟ ما هو خير لنا من ذلك؟ صلى الله عليه وسلم. ليس هناك خير لنا من ذلك. نحن نكون آباء على هذا النوع من المسؤولية، أو نقارب هذا النوع من المسؤولية، أو هذا المثال الذي يحتذى في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حل مشاكل أبنائه بتؤدى واطمئنان، لا يأتي على أحد دون أحد. حتى لما أراد سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أن يتزوج على السيدة فاطمة رضي الله عنه، فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما وإني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن إن أراد ابن أبي طالب أن يتزوج على فاطمة فليطلق، فإن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذى. وابن حجر رضي الله عنه وارضاه على ما أذكر أنه ابن حجر فعلا كان يقول لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد ألا يجمع على السيدة فاطمة نسبا آخر أمرين شديدين اللي هو فراق أمها السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها، وأن يتزوج علي رضي الله عنه وارضاه عليها. والنبي قال لهم برضو في كما يعني خرج بعض هذا الحديث بعض الناس لما تحدثوا في النبي صلى الله عليه وسلم قال أما وأنه لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله عند رجل أبدا. الشاهد من هذا الكلام كله أنه هو رسول الإنسان، أنه أب. إن فاطمة بضعة مني قطعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها.